الحمد لله ربي وفقني تحصلت على ميدالية ذهبية، ونهدي هذه الميدالية كاع الشعب الجزائري وكاع لا فامي ديالي اللي كانوا واقفين معايا، والحمد لله الخير قادم إن شاء الله. كانت الألعاب العربية هنا في بلادنا، توجنا اليوم بالمرتبة الأولى. الحمد لله شغل هذا شرف لينا، وكيكون سيرتو كيكون في بلادنا لوبجيكتيف، تما لازم تحط كاع شي عندك باش توجو للإعلامي والطالب.